كلام كتير وتفاصيل كتير نعرفها بقى من واضعين هذا القانون واللي بيناقشوا هذا القانون أمام البرلمان المصري، النائبة سلاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، تكلمنا عن هذه التعديلات. أهلا بيكي معانا سيادة النائب. اهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. بقى دينا ملامح عامة، الملامح العامة للقانون الجديد. اولا هو قانون به عملية كبيرة جدا من التوازي بين اطراف العملية الانتاجية الثلاثة، واهم ما يميز هذا القانون لو حضراتكم على اللي سمعته بتتكلموا فيما يخص المرأة. طبعا المرأة في خلال 7 سنوات او 8 سنوات اللي فاتوا اخذت كثير جدا من الاهتمام من الدولة المصرية، ويمكن نقول ان هو ده العصر الذهبي للمرأة المصرية في ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي. يكمل هذا الوضع بكثير من الامور كانت اهمها القانون وبعض القرارات الوزارية اللي خرجت تمكن المرأة في مجال العمل، سواء كان مجال العمل الوظيفي العام او الخاص او الجانب التشريعي ووجودها في المنصة القضائية، او التمكين من خلال وجودها كوزيرة في الحقيبة الوزارية اللي موجودة. اهم ما يميز هذا القانون انه يوجد فيه عدة مواد تعطي بعض الصلاحيات للمرأة وتعطيها بعض. زي ايه سيادة النائب؟ ايه الصلاحيات الجديدة؟ نبتدي باول حاجة، اول مادة بتمنع التميز وبالذات ولا تعتبر تمييز، يعني ولا يعتبر تمييز محظور. قصد حضرتك تمييز مش تميز؟ تمييز محظور ولا يعتبر تمييز، ويعتبر محظور ان يكون بعض القرارات واللوائح المنفذه للمراه وفي حق المراه او للاشخاص ذو الاعاقه والاقزام. لان لو بعض الاحيان بتميزي المراه في بعض الاشياء يقول لك ده تمييز، انت بتميزي عشان دي امراه، لكن في بعض الاحيان كان يجب ان يكون هناك تمكين للمراه نظرا لعدم امتثال العادات والتقاليد لوجود مرأة في بعض المجالات. دي المادة 6 في البداية. أهم ما يميز هذا القانون أيضا هو أن يكون هناك فصل مخصوص اسمه فصل تشغيل النساء، ودي كانت لأول مرة في هذا القانون. طبعا في بداية أنا نسيت أشكر القانون هذا مقدم من الحكومة من 2017، نشكر الوزراء السابقين والحكومة السابقين والحاليين أيضا اللي مكملين في هذا القانون وفي مناقشته بهذا الوضع، وبشكر ايضا مجلس الشيوخ ولجان الاستماع اللي حضرت من سواء كان بقى المجالس المتخصصه، المجلس الاعلى، المجالس المتخصصه. انا برضو حاسه ان الدنيا لسه مش متبلوره قوي، يعني يعني لا لسه هي مش متبلوره، لسه يعني مش شايفه امتيازات. طب كلميني عن الاجازه يعني الوضع، كلميني عن ساعة الرضاعه، كلميني عن الحضانات اللي يجب ان تتوافر في كل المؤسسات. أوكي. اللي بيشغلوا اكتر من 100 ست مفيش، مش موجود، وكان موجود على فكره بالمناسبه في القانون القديم. طب ما احنا نقول لك بقى الباب التشغيل المكون من 8 مواد، اهم ما في هذه المواد انه بيعطي للمراه حق من حقوقها الاساسيه اللي هي استحقاق اجازه وضع 3 مرات بدل من مرتين. يعني ايه يعني تخلف 3؟ يعني تخلف 3 وتاخد 3 اجازات وضع، تاخد 3 اجازات وضع. انا بقى دي اكتر نقطه مستوقفان يا سياده النائب، يعني انا اسفه سامحيني، بس الحقيقه وانا بقرا المعلومات كده استغربت جدا النقطه دي. يعني احنا بنلملم على الخلفه، فتقرروا تحطوا ماده في القانون تقول لهم خلفوا ما تخلفوا 3 مرات تاخدوا 3 اجازات؟ بصي، في بعض الاحيان ما بتبقاش الموضوع ان هي مخلفه 3 مرات. مال إيه؟ في بعض الاحيان طبعا وجودنا في عمل في المجال العمل كتير جدا، فبدل ما بتخلف فعلا 3 مرات وفي منها بيبي بيموت، بيبي بيبقى فيه مشكله كبيره قوي وبيحصل بيتوفى، فبتضطر تخلف المره الثالثه. فمش كلها قاصره على ان احنا بنحارب تنظيم الاسره وبنحارب الزياده السكانيه وبنحارب زياده الخلفه، لا، احنا المشكله ان في عندك عناصر كتير مشتركه معاكي. الحكم ليس على حكم حالات، لكن في حالات ثانيه بتبقى حالات محتاجه ان هي بتخلف المره الثالثه، لكن المره الثالثه دي مش يعني حضرتك هنا دي في بعد انساني، يعني مش تشجيعا على الكلام. ايه تاني يا ست النايبه؟ اجازه رعايه الطفل 3 مرات بدل مرتين زي ما قلت لحضرتك، اعطاء ضمانات كبيره جدا اثناء اللي هي الاجازه بالنسبه للقطاع الخاص، وهو عدم فصلها او انهاء خدمتها اثناء اجازه الوضع. كذلك ايضا في بعض اللي هي الحضانه، كل منشاه بها 50 عدد 50
عامل من حق او من حق العماله انها تطالب بانشاء حضانه لحمايه المراه العامله في هذا 50 ولا 100 يا سياده النائب؟ لا 50 يا فندم. 50 امراه عامله. 50 مش امراه، احنا عامل، احنا حولناها لعامل. في العموم؟ عامل في العموم. يعني سواء كان راجل او ست؟ سواء كان راجل او ست. اوكي تمام. ده هما كانوا 100 وما كانش بيتنفذ، تفتكري لما يقلوا يبقوا 50 صاحب العمل ده هيتبنى هذه الفكره النبيله؟ ممكن امكانياته لا تسمح كمان، بس ده قانون يعني يجب ان يطبق. خلينا يعني لا نوحد اسلوب التعامل مع الافراد، في ناس بيبقى عندها القدره الماليه وعندهم استعداد بالمشاركه مع العمال او المساهمه معاهم في احد دور الحضانه، ان هم بيستهملهم في جزء من المبالغ اللي بتدفع، فهنا بنيسر شويه على صاحب العمل في بعض الحالات، بيبقى بالود بينهم وبين بعض او بالتكافل بينهم وبين بعض. القانون بيديله الحزم، ولكن التفاهم بينه وبين العمال بتكون اكثر وديه معاهم في التعامل. لان يعني احنا شفنا، لان انا رئيس نقابه البنوك، وشفت بعض الاماكن الاخرى اللي مش هيقدر يفتح حضانه ولكن يقدر يساهم بجزء من الاموال اللي بتديها شهريا من الام للحضانه، ودي كانت بتبقى برضه بالتفاهم بينهم وبين بعض، مش شرط انه يكون 50 او 100. وفي بعض عنده مثلا 1000 عامل ومش عايز يعمل حضانه، بيخش في الجدال وعدم تطبيقه للقانون. فالخلاف يعني او الموضوع التوحيد الراي ان ده كلهم بيرفضوا كلهم بيقبلوا، ده مش موجود، القاعده متغيره. في التعامل المفترض انه يبقى كلهم بيوافقوا، يعني المفترض المفروض تكون اليات تنفيذ هذا القانون بتتطبق وبيتم الاشراف على ده انه القانون فعلا اتطبق هنا. يعني احنا في انتظار قانون جديد ان شاء الله يرضي جميع الاطراف ويضمن جميع الحقوق. نشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا سياده النائب. سياده النائب على وجودك معنا.